برحب بحضراتكم مرة تانية ونطير دلوقتي كده لألمانيا مع الصحفي في شبكة سبورت وان كريستوفر ميشيل. برحب بيك على شاشة قناة الأهلي. أنا سعيد جدا بوجودي معكم من خلال قناة الأهلي. النادي الأهلي بالحصول على بطولة أفريقيا، فهذا إنجاز عظيم، شكرا لكم. بنشكرك جدا طبعا. وفي البداية خليني أسألك على أنه شبكة سبورت وان كانت أول وسائل الإعلام الأوروبية اللي اتكلمت عن نية باريس سان جيرمان في إنهاء التعاقد مع المدرب الألماني الحالي توماس توخيل في الفترة الحالية، ما حقيقة هذه الأنباء؟ بالفعل كان هناك مقابلة ولقاء صحفي معنا مع الألمانية والتي كشف فيها عن عدم سعادته مع نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، معبرا بأنه حزين جدا لأن إنجازاته لا تحتفي بعض الأحيان في بعض الأحيان بالترحيب والأهمية، فهو كان ليس راضيا وسعيدا عن ذلك. حتى الآن لا يوجد أي تأكيد عن هذه المعلومة، إلا أن مامبي غرد وكتب ذلك في السوشيال ميديا، وأعتقد أن مامبي يعلم ذلك لقربه من المدرب الألماني يوخيل، وأعتقد أنه ستكون معلومة أكيدة وسوف يصفح عنها قريبا في الأيام القادمة، وسوف يؤكد ذلك في الإعلام أعتقد. فحتى الآن لا يوجد أي معلومة مؤكدة. أعتقد أن ستظل هذه المعلومة عالقة خلال الأيام القادمة إلى أن تحسم نهائيا من إدارة نادي باريس سان جيرمان، فلا نستطيع القول، لابد من الانتظار وأن نرى ما سيحدث في الأيام المقبلة. طيب، في غضب شديد في ألمانيا وبالتحديد على مستوى الجماهير نادي بايرن ميونخ بعد اختيار يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي كأفضل مدرب في العالم بجوائز ذا بيست أو الأفضل على حساب هانز فليك المدير الفني للنادي البافاري. شايف أسباب الغضب والهجوم الجماهيري من وجهة نظرك إزاي؟ بالفعل دعيني أوضح لك أن المنافسة لم تكن سهلة، كانت قوية ما بين يورجن كلوب وما بين هانز فليك، واختيار يورجن كلوب كأفضل مدرب في العالم لم يأتي بسهولة، ولكن دعيني أوضح أن الحسم أتى في اللحظات الأخيرة بالتصويت لصالح يورجن كلوب على الرغم من الموسم التاريخي الذي قدمه هانز فليك هذا العام في 2020، كان موسم رائع حيث فاز بأهم البطولات. دعيني أوضح لك، فاز بكل الألقاب، فهو رجل الألقاب البافارية، فاز بطولة الدوري الألماني بوندسليغا والسوبر الألماني وكأس السوبر الأوروبي، فهذا إنجاز رائع حققه هانز فليك، دعيني أوضح لك أن هناك فرق أخرى في هذه الأيام الماضية في هذا العام في هذا الموسم 2020 حققت إنجازات، ودعيني أوضح أن يورجن كلوب للأمانة هو يستحق ذلك اللقب لأنه حقق إنجاز مع ليفربول في هذه السنوات وخاصة العامين الآخرين، ولكن هذا قد يحسب أيضا
لهانز فليك هذا الإنجاز العظيم رغم عدم تتوجه باللقب. بالفعل المنافسة كانت صعبة جدا طبعا بين الاثنين مدربين، موسم رائع لهانز فليك طبعا مع بايرن ميونخ وليورجن كلوب مع ليفربول. طيب نروح لبايرن ميونخ اللي هيلعب في بطولة كأس العالم للأندية في قطر أول فبراير اللي جاي ده، شايف المونديال محسوم بشكل كبير لصالح الكتيبة البافارية أم هتكون هناك بقى مفاجآت من بعض الفرق المشاركة سواء كان بطل أمريكا الجنوبية اللي لم يحسم بعد لحد دلوقتي أو بطل أفريقيا النادي الأهلي أو بطل آسيا؟ بايرن ميونخ فريق مفضل وفريق قوي، فهو الفائز بلقب أبطال أوروبا على حساب فرق قوية مثل برشلونة وليفربول. أعتقد أنه فريق قوي جدا، ولكن على سبيل المثال تشيلسي في 2012 في عام 2012 ايضا حقق هذا الانجاز. اعتقد انه ستكون في هذه البطوله نظره اخرى، لان الفرق المشاركه فرق قويه سواء كان بطل امريكا الجنوبيه فريق المكسيكي. اعتقد انه ولكن بايرن ميونخ للامانه يمتلك لاعبين جيدين بكواليتي وجوده عاليه، ليفاندوفسكي، مايا، مانويل نويا، ولكن الفريق البافاري حقق انجازات رائعه هذا الموسم وحقق البطوله السادسه هذا العام. عندما نتحدث عن الفريق البافاري لا 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 استطيع الحسم انه سوف يحسم البطوله، ولكن الكفه تذهب اليه. الاهلي فريق قوي، وجوده في هذه البطوله وجود مهم وممثل مهم جدا للكرة المصرية والأفريقية، وخصوصا وجوده مع بايرن ميونخ. أعتقد أن بايرن ميونخ سوف يحسم اللقب، ولكن لم يكن سهلا أو لم تكن بسهولة حسم اللقب له. عايز أسألك على رأيك في التألق المستمر لليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الفترة دي وتتويجه طبعا بجائزة The Best أو أفضل لاعب في العالم كمان، ويمكن مؤخرا فاز بلقب أفضل لاعب في العالم مش بس في حفلة The Best، ولكن كمان حصل على جائزة أخرى كأفضل رياضي في 2020 متفوق على أبطال كتير بالنسبة للجائزة دي، يعني يمكن منهم لويس هاملتون بطل الفورميلا 1 وكمان لاعب التنس الصربي نوفاك جوكوفيتش ولاعب التنس كمان رافائيل نادال. روبرت ليفاندوفسكي لاعب رائع للغاية، فاز بكل الألقاب هذا العام مع بايرن ميونخ. روبرت ليفاندوفسكي هو لاعب حاسم. على سبيل المثال هذا العام أو في المباريات الأخيرة كان بايرن ميونخ كان بعض الأحيان مجهد، ولكن كان يأتي روبرت ليفاندوفسكي بالحسم وإحراز الأهداف في نهاية المباريات ليحقق الفوز لبايرن ميونخ على حساب فرق كثيرة في الأيام الأخيرة، وهو كان سبب في إحراز الألقاب لأن أهدافه كانت حاسمة. فهو لاعب نجم رائع قوي حاسم، شارك في إحراز كل هذه الألقاب لبايرن ميونخ هذا العام، ولكن بسبب كورونا وبسبب هذا الموقف الحالي الصعب التي أحدثته الفيروس كورونا، رغم ذلك أثبت روبرت ليفاندوفسكي قوته. عندما تحدث وجود ميسي وجود كريستيانو رونالدو ووجود هؤلاء النجوم العمالقة، رغم ذلك استطاع روبرت ليفاندوفسكي التتويج مع بايرن ميونخ بأهم الألقاب وإحراز أهم الأهداف الحاسمة التي ساعدت في تتويج بايرن ميونخ، فهو يستحق الجائزة. ما ينفعش تكون معايا وما اسألكش عن شعبية النادي الأهلي في ألمانيا، وخصوصا بعد الوصول طبعا لكأس العالم للأندية ومواجهته طبعا أو توقع مواجهته لبايرن ميونخ في بطولة كأس العالم للأندية. إزاي الناس في ألمانيا أو بتشوف إزاي صحافة ممكن تكون بتتكلم على بطل أفريقيا؟ Brrrr.
أعتقد بالفعل أعتقد أن الصحافة في ألمانيا سوف تقدم الأهلي وتتحدث عن الأهلي وأهميته، خصوصا الأهلي فريق كبير عظيم ممثل للكرة الأفريقية، فأعتقد سوف يحظى إعلاميا بالاهتمام خلال الفترة القادمة. أعتقد ذلك، وأعتقد أن عندما يواجه الأهلي بايرن ميونخ في هذه البطولة الهامة سوف يقدم الفريقان أداء رائع. أعتقد أن بالفعل أعتقد أن في ألمانيا سوف يحظى النادي الأهلي بالأهمية الإعلامية، وبالصحافة سوف تتحدث عنه وسوف تقدمه بشكل مهم، وهذا سينعكس على الفانس، على الجمهور الألماني، سوف يتابعون ذلك بشدة. أشكرك شكرا جزيلا كريستوفر ميشيل الصحفي بشبكة سبورت 1 الألمانية، كنت معنا على شاشة قناة الأهلي.